قررت النهاردة الحكومة أنها ترفع سعر الفايدة 1%. ده هيسمع في إيه؟ هيسمع في كل حاجة في البلد. انسى بقى اللي حصل الأسبوعين الثلاثة اللي فاتوا، لأن اللي حصل الكام أسبوع اللي فاتوا ده حمادة، واللي جاي بقى ده حمادة تاني خالص. اللي حصل الفترة اللي فاتت كان يقولك بسبب الحرب وتضخم عالمي ومشاكل مش عارف سلاسل التوريد، اللي جاي بقى ده بقرار الحكومة. الحكومة اللي رفعت سعر الفايدة أول حاجة سمعت معاها الدولار. الدولار النهاردة الساعة 7 الصبح كان سعره 15.75 جنيه، 7 الصبح اللي هو بداية التعامل. الساعة 9 النهاردة الدولار وصل 17.70 جنيه. الساعة 2 الظهر الدولار وصل تقريبا حوالي 18.30 جنيه او 18.27 جنيه، عشان يبقى اعلى ارتفاع يومي للدولار 3 جنيه مرة واحدة. ده بسبب القرار اللي خدته البلد النهاردة الصبح. طيب زيادة الدولار ده هيأثر عليا أنا كمواطن في إيه؟ مش هكلمك بقى عن إن ده هيعمل تضخم داخلي وتضخم خارجي وهيعمل عندنا أزمة في العملة الصعبة، الكلام المجعلص ده مش هنتكلم فيه. أنا هسأل كمواطن غلبان، كمواطن عادي، كمواطن بينزل الصبح يشتري رغيف العيش وشوية فول في الكيس وبيشتري كام قرص فلافل يفطر بيهم وبعد كده بيقول غدانا عليك يا رب، زيادة سعر الدولار ده هتأثر عليا أنا كمواطن في إيه؟ يكفيك أن تعلم إن إحنا بلد بتستورد من الألف للياء من المواد الخام، وبنستورد المواد الخام دي من بره بالدولار. يعني زيادة سعر الدولار يعني زيادة سعر المواد الخام، وبناء عليه زيادة أسعار كل حاجة في البلد.